صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل على أحلى مشاهدين في الدنيا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع، معنا الحلقة 247. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال وأفعال. النهاردة حلقتنا مختلفة خالص عن الحلقة اللي فاتت. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن المواهب وعن الطاقة الإيجابية. النهاردة بمناسبة المواهب معانا الضيف الداعية الشاب والمدرب هاني رمضان. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهاردة بقى احنا عايزينك يعني تقول لنا ايه هي الرسائل اللي حضرتك بتوجهها لأي حد نفسه يبدأ طريقه، ويعني طريق هو بيحبه، تقول له ايه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من علم الدنيا الأخلاق والأدب ونطق وتكلم بكل معاني الفوائد والحكم، وعلى آله وصحبه وبعد. الرسالة حتى صدرنا، الإنسان من بداية الخلق وهو بيبحث عن حاجة اسمها الحياة الطيبة. الحياة الطيبة ديت الكل يشترك في البحث عنها، أنا وحضرتك والسادة المشاهدين والكل، الناس تبحث عن الحياة الطيبة اللي مليانة سعادة، مليانة تفاؤل، مليانة استقرار نفسي، مليانة سلام داخلي، مليانة قناعة ورضا. لكن الإنسان في ظل البحث عن هذه الحياة الطيبة والسعادة، الشريعة الإسلامية جت جمعت خبرات الناجحين وخبرات الناس اللي هي نجحت في الحياة، تمام، وخبرات العلماء ونصائح الأنبياء، وطلعت الخبرات دي كلها في شكل حاجة اسمها رسائل حياتية. قبل ما تخوض أي تجربة في حياتك، قبل ما تبدأ أي علاقة في حياتك، قبل ما تعمل أي حاجة في حياتك، قال لك الرسائل دي لازم تاخد بيها عشان خاطر لو أنت عايز توصل لهدف معين في دماغك ونفسك تحقق هدف معين. العلماء والشريعة الإسلامية والعلوم الحديثة حطت بعض الرسائل الحياتية، ونبدأ بالرسالة الأولى. تفضل. الرسالة الأولى، أول حاجة قبل ما تبدأ أي حاجة في حياتك، علق قلبك بربنا سبحانه وتعالى. دي تعتبر يعني أهم رسالة في الحياة وأهم رسالة في الكون. لما تعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى، أنت كده يعني بتتيقن أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقك، هو اللي هينجحك في حياتك، أكيد، وهو اللي هيوصلك للهدف بتاعك. لذلك يا أستاذ رنا، ده سر تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة كلها، دعاء الخروج من المنزل. النبي قال لك قبل ما تطلع من بيتك تقول بسم الله توكلت على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا قال لك بقى تتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل ما تبدأ أي حاجة في حياتك، وتعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كله بيبقى كلام عام، يعني مثلا الراجل اللي شغال في التجارة بتاعته، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هينجح لك تجارتك. اكيد. الشاب اللي بيذاكر، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هينجحك. فما تغترش بذكائك الحاد، ولا تغتر انك بتذاكر 12 ساعه. طبعا. اول حاجه، وعلماء النفس يا صدرنا يعني بينصحوا بيها، بيقول لك ان جوانب الحياه 7 جوانب. تمام. على راس الجوانب ديت جانب اسمه الجانب الروحاني. الجانب الروحاني دوت، حتى علماء النفس كده لما حد يروح لطبيب نفساني ويشكله مثلا اللي هو تعبان، ايه سبب تعب نفسيا، في اول حاجه يركز عليها الدكتور او الطبيب النفساني، يقول له إيه انت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ازاي، عامله ايه. ودي تعتبر اهم رساله، وتعتبر يعني الجانب الروحاني ده يعتبر هو احد جوانب الاتزان واهم جانب. يعني انت عايز تقول ان البعد عن ربنا بيدينا طاقه سلبيه وبيتعبنا نفسيا. نعم، صحيح. تمام. لا، وفي ناس يعني بتتعلق بالاسباب اكتر. تمام. انت ما بتتعلقش بالاسباب، انت خد بكل الاسباب وتفانى في الاخذ بالاسباب، لكن يكون قلبك متعلق بربنا سبحانه ونعم وتعالى. ونعم بالله. الصحابه زمان صدرنا في غزوه بدر، لما تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ايه اللي حصل؟ كان النصر والتأييد. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في القران الكريم، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أول حاجة هم استغاثوا، ما اعتمدوش مثلا على اللي أنا دارس المشروع وعامل له دراسة جدوى متخرش المية، واعتمد على قدراتي وانسى اللي هيوفقني مين، ربنا سبحانه وتعالى. طيب العكس بقى، في غزوة حنين الصحابة لما كتر العدد بتاعهم والشوقة بتاعتهم كبرت في الدول العربية، فاغتروا شوية بالأسباب المادية، اغتروا بالعدد. حتى ان قيل في بعض الروايات كانوا بيتكلموا كده مع نفسهم كده، كيف نغلب اليوم من قله، احنا ازاي نغلب، يعني ازاي نتغلب واحنا عددنا كتير قوي كده. فربنا سبحانه وتعالى علمهم درس، ان الناصر واللي بيوفق واللي بينجح في الحياه هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى اول حاجه قبل ما تخوض اي تجربه في حياتك، قبل ما
تبدأ مذاكرة قبل ما تحط هدف إنك عايز توصل لهدف معين، علق قلبك بربنا سبحانه ونعم وتعالى، لله. والجانب ده يعمل له حاجة اسمها الاتزان. النتائج لما تيجي بقى كده أنا خلاص أرضى بالنتائج بتاعت ربنا، لأن طبعا أنا كده علقت أملي في الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. كان بعض الصحابة والتابعين بيقولوا إن عطاء الله سبحانه وتعالى عطاء، وحتى المنع عطاء، يعني هو لو منع عنك حاجة برضه أكيد خير ليك، خير ليك، وعسى أن تكرهه شيئا وهو خير لك، وهو خير لك. دي أول رسالة. طيب بعد كده، بعد ما نعلق قلبنا بربنا سبحانه وتعالى، تيجي الرسالة التانية. أنت هتخوض تجربة في حياة في حياتك وهتبدأ مثلا مشوار أو مشروع، تيجي الرسالة التانية، حاول تلغي السلبيات اللي عندك. العلماء تطوير الذات بيقولوا حاجة جميلة جدا، بيقول لك إن إلغاء السلبيات أفضل من إضافة الإيجابيات. إن كل يوم كده تمسك ورقة وقلم وتكتب إيه الحاجات الوحشة اللي عندي، إيه الحاجات اللي أنا سلب فيها. كان في بعض الشباب كده بيكلمني بيقول لي أنا كل بروح شركة بيصفوا لي فيها، طب أعمل إيه؟ فكنت بنصحه أقول له حاول تشوف الحاجة السبب اللي هو بيخليهم يرفضوك. ممكن حضرتك عندك مثلا صورة غضب، يعني سرعة الغضب، أو مش عارف تتعامل وتشتغل في العمل الجماعي، والشركات طبعا بتستخدم العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي. أوكي. دي أهم حاجة، إنك تلغي سلبيات أفضل من إضافة الإيجابيات. تمام. في برضو طالب مثلا عايز يحصل على مجموع معين عشان خاطر يلتحق بكلية من كليات القمة. إزاي حضرتك عايز تلتحق بكلية من كليات القمة وعندك سلبية هي بتقف او بتعطلك عن التطوير اصلا؟ مثلا يعني للطلاب، يعني اللي هو بيضيع وقته خلاص، اول ما تجيله رساله على الفيسبوك يفتحها، ايوه صح، وبعد كده ايه تاخدوا الرساله في رساله تانية وتاخدوا مش عارف، والوقت بقى يضيع، ونفضل بقى ايه رساله جر رساله وخلاص وقتنا ضاع، والحاجات المهمه في حياتنا ركناها وبنشوف رسائل. فالغاء السلبيات افضل من اضافه الايجابيات. انت طبعاً حضرتك ربنا سبحانه وتعالى علم قال لك اتعلم كل يوم سكيلز مهارات، لكن قبل ما تتعلم المهارات حاول تلغي الحاجات الوحشه اللي عندك. الغاء السلبيات ده مهم جدا، كلنا طبعا فينا سلبيات. استاذه رنا برضو يعني محترم كلام حضرتك، ان في بعض السلبيات اللي هي مترسخه في عقولنا، وحاول الانسان يحاول يلغيها. ان في بعض الناس كده يعني ربنا يعافينا سلبيين، طبعا اول ما يصحى من النوم معتقد السلبيه الاولى اللي هو يحاول يعني يلغيها، ان المجتمع في انحدار مستمر، كل همه يعني ان نشوف نماذج كتيره قوي كده، اليوم ده وحش ليه، واول ما يصحى من النوم هو الصبح صبح، ايوه مش عايز ينام على طول. وحتى لو قعد مع حد بيديله رسائل سلبيه. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من صفاته اللي هو يحب البشر، كان صلى الله عليه وسلم بيحب الطاقه الايجابيه، الطاقه بتاعته. نعم. بعض الصحابه كانوا بيقولوا والله ما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مبتسما. وبرضه سيدنا رسول الله في جميع احواله كان مبتسم وبيحب البشر. لكن في ناس بتدي الطاقه السلبيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث جميل جدا، بيقول لك من قال هلك الناس فهو اهلكهم، انت سبب هلك الناس. صحيح. فتخلي بالك بقى من الرسائل بتاعتك. يبقى دي رساله مهمه جدا، انك ما تحاولش تعتقد الافكار السوداويه اللي في دماغك ان المجتمع في انحدار مستمر، ما فيش شغل، مش عارف ايه، لا انت ابدا. اي حد سلبي ابعد عنه خالص وتجاهله. يعني السلبيين ديت المفروض الانسان يفر منهم كفراره من الاسد، طبعا لانه أكيد. يعني بيأثر جدا في حياه الانسان، لا ويفضلوا معلقين معاك. نعم. طبعا. طيب نيجي بقى احنا طبعا بعد ما قوينا الجانب الروحاني اللي عندنا، وبعد ما الغينا السلبيات اللي عندنا، تيجي بقى النقطه المهمه اللي هم يعني العلماء بيقولوا ان النقطه دي مهمه جدا. حياتك من صنع افكارك. تمام. الفكره ممكن تيجي للانسان وتدخل العقل الباطني وهو مش واخد باله. صح. العقل الباطني يا استاذه رنا عامل زي العيال الصغير، بيصدق اي حاجه. يعني مثلا لذلك علماء النفس بيقول لك ان في قانون الايحاء انك ما تقولش انا وبعديها حاجه سلبيه، يعني ما تقولش انا فاشل، ما ينفعش. هتقول انا، قول بعديها حاجه ايجابيه. لان ليه بقى؟ لان العقل الباطني بياخد الفكره، هيصدقها على طول، بتتكاثر الفكره بقى في جوه في العقل الباطني، وبتطلع لك على هيئه سلوك ومعتقد. إيميسون العالم الالماني كان بيقول ان الافكار ديت هي اللي بتصنع حياه الانسان. الواقع اللي حضرتك فيه دلوقتي هي افكارك زمان. انا مثلا يعني استاذه رنا كانت زمان بتفكر كده ان هي تكون مذيعه شاطره، طبعا. فالواقع اللي حضرتك دلوقتي فيه هي سبب الافكار القديمه. لذلك لو احنا رجعنا للسنه النبويه
وشفنا الحديث بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال تفائلوا، تفائلوا بيه؟ بالخير تجدوه. هل في حديث يدعو الى التفاؤل بالشر؟ لا طبعا. خالص. تفائلوا بالخير يعني تفائلوا، تتكلم اتكلم بالخير. طيب. عشان خاطر العقل الباطن يطلع لك الحاجات ديت على هيئة سلوك كويس. اوكي. طيب سريعا كده عايزين نقول نصيحة صغيرة كده للشباب. طيب. صغيرة خالص. يعني ممكن أول حاجة دي نصيحة للشباب في مصر ووطن عربي، وبنصح نفسي وبنصح إخواني كلهم المشاهدين، إن حاول يعني تتخلص من آفات الفراغ. الفراغ دوت يعتبر من يعني كما كان يقول الإمام أبو حامد الغزالي، إن في آفات، في آفات الفراغ تتولد آلاف الجرائم والجراثيم. الفراغ بيولد طاقة سلبية عند الإنسان. وحاول تشتغل اي شغلانه لغايه ما تجيلك الشغلانه الحلوه. اوكي. تمام كده؟ بتمنى لك مزيد من النجاح استاذ هاني رمضان. ربنا سعيده جدا بحضرتك. انا اسعد والله. وكمان هنتنقل بقى للموهبه الثانيه الجميله. معانا النهارده موهبه شابه وجميله وبشوشه، شاركت في مسابقات غناء كتيره بالكليه وقدرت بالفعل انها تحقق المركز الاول على مستوى الكليه. اهلا بيكي حبيبتي هند الجميله، هند عبد الغفار. اهلا بحضرتك. عايزين بقى تقولي لنا يعني مين اللي اداكي الطاقه الايجابيه ووصلك ان انت تكوني معانا النهارده؟ هو بصراحه اكتر من حد من صحابي بيحفزني ان انا اكون اكمل في مجال الغناء اصلا. تمام. بلس ان انا اهلي في البيت دايما بيقولوا لي لا كملي في مجاله وروحي لا اسعي فيه. يعني اهلك هم اللي بيدوكي الطاقه الايجابيه. بالظبط، اهلي واصحابي عشان برضو ما يزعلوش. طيب. عايزه بس كده اقول لك ايه الخطوات اللي هي كمان خلتك ان انت تنمي موهبتك. تمام. بعد طبعا ما اكتشفتي موهبتك. بالظبط، هو الفكره كلها الانشطه الطلابيه داخل المدارس او الجامعات هي اللي ساعدت ان انا اشتغل فيها او ان انا اتدرب فيها. حلو جدا. وبناء عليه هو ده اللي خلاني وصلت ان انا لا اغني واخش مسابقات واسعى في موضوع اكتر واحب الموهبه وان انا اسعى فيها. ده بدايته كانت النشاط، ان انا اتعرفت على نشاط طلابي وعرفت ان في اصلا فرق فنيه في الجامعات والمدارس وبدات اشتغل من خلالها. حلو قوي. طيب ممكن تسمعينا حاجه كده؟ اوكي تمام. جاي تقول عليه انت عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه حب جميلة. طيب انا عايزة اقول لك بقى كمان ايه مثلا اللي عايزة برضو توجهيه للشباب اللي بيكتشفوا موهبتهم، لاني طبعا انت عارفة ان في ناس بتكتشف موهبتها وبيبقى مثلا ايه جانب سلبي ليهم، وفي ناس بتبقى الإيجابية. بالظبط كده. هو الفكرة الطاقة الايجابية ان محدش يمشي ورا الكلام السلبي. تمام. مبدئيا ويبدأ يشوف اصلا بداية موهبته فين ويتجه على الاهداف بتاعته ويحدد اهدافه ويشتغل على اساسها وينمي الموهبه، لان انا لو نسيت موهبتي اصلا وان انا بطلت اتدرب او بطلت اشتغل عليها لا هبقى كده خلاص. فهو يعتبر اهم حاجه ان هو يكون عنده الايمان بموهبتي دي وان هو يشتغل على اساسها.
طيب. ويبدا يتضرب فيها. في برضو عايزه كمان اسالك سؤال، وهو بتعملي ايه بقى مع الناس السلبيين؟ اكيد طبعا بنقابل في حياتنا أكيد. ناس سلبيين صح؟ لا انت بطلي تزعجيني، هو بطلي تزعجيني. أيوة. بالظبط، بتعملي بقى ايه معاهم؟ لا هو انا بصراحه الناس السلبيه انا في حياتي عموما بعيد عن الموهبه، ما بحبش اسمع لهم في اي حاجه. تمام. باخد كلامهم اوكي، بحترم الراي وبحترم الكلام، ولكن ما بقتنعش بيه، ما بمشيش بيه. فممكن بلاقي ناس تقول لي مثلا انت لا دي صوتك وحش، انت لا محتاجه تدريب شويه، محتاجه مش عارف ايه. لا اوكي تمام، انت حضرتك لا، في كلام بيبقى تحفيزي. في كلام تحفيزي، ولكن في كلام اصلا بيقفلك ان انت ما تكمليش في مجال الغناء. ايوه بس انا اوريدي بتخطاه وبكمل عادي جدا. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب ايه بقى مشاريعك الجايه بالنسبه للغناء؟ هو مبدئيا يعني بالنسبه لسه مخلصين بقى الكليه وفوقنا منها كده تمام، المفروض ان هبدا بقى اشوف يا اما اتجه لمعهد الموسيقى عشان اتدرب اكتر، او اشوف بقى الاوبرا يعني باذن الله. ماشي. الو، معانا بس مكالمه. اوكي، مكالمه تليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. ايوه استاذ يحيى. اهلا يا فندم، عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله رب العالمين. إيه، انا سمعت كمان انت صوتك حلو جدا، وسمعته بالفعل يعني. يعني ربي نكون عند حسن عطلكم يعني ان شاء الله باذن الله. طيب خلاص، ممكن تسمعنا كده يعني اغنيه حلوه كده؟ حاضر حاضر، بس انا بهديها لمراتي واولادي. اهلا بيهم وربنا يخليك يا رب. حنين حنين حنين، انا دايبك حنين، انا دايبك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنا طول السنين، شايلك فين عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين. يا عين وحنين المحرومين، يا أنا من حنين. الله ما شاء الله عليك، صوتك حلو جدا. شكرا ليك استاذ يحيى، شكرا ليك استاذ يحيى. يلا عايزين بقى نسمع بقى اغنيه بقى منك. تمام اوكي، يعني حاجه جديده شويه بلاش قديم. يا ريت. اوكي. روحي يا عيني، قلبي اللي بيحيني، ايامي وسنيني انادي عليك بايه؟ طب اقولك يا وحشني، ولا اقول يا معيشني؟ قولي حبيبي وغششني، ساعدني هجر ايه يا دي سميك الكتيرة، بناديك بيها أنا بلاقيها أجمل من بعضيها، يا دي الحيرة فسميك الكتيرة، بناديك بيها أنا بلاقيها أجمل من بعضيها. حبيبتي شكرا يا هند. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، استنوني ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله.